لكن انا بقول لك الاخطاء يا ايمن، مثلا لما نيجي نتكلم في الكوره احنا بنتكلم في الحاجه اللي الناس شافتها. ايوه ما ينفعش الناس شافت حاجه واحنا نتكلم في حاجه ثانيه، ما يعني انت حتى جمهورك مش هيحترمك. ايوه فلما اجي نتكلم اخطاء كتير قوي في الشوط الثاني بلا مبرر، وده اللي يضايقك بقى. لما ممكن تخطئ، اي لعيب في العالم بيخطئ، بس بيبقى تحت ضغط، في زحمه، في كده. لكن اخطاء النهارده غير مبرره. لو عملت احصائيه ايمن، وممكن وائل يجيبها لنا، التمريرات المقطوعه النهارده الشوط الثاني بس، مظبوط، هتلاقي كم مهول. مظبوط، انك وتمريرات مقطوعه من غير ضغط. ممكن يعني في مش كل حاجه هقولها تمرير خطا، لا، في تمريرات خطا بتبقى غصب عنك. صح. لكن تمريرات خطا غير مبرره كتير جدا النهارده، وده اللي افقدك النهارده السيطره على الشوط الثاني كله. وانت زياده واحد، اتفضل يعني، وانت زياده واحد كمان. ما انا بقول لك يعني زياده واحد في كره قدم كبيره، وانت طبعا الفروقات كبيره جدا مع النادي الاهلي ونجومه. المفروض يبقى انت الشوط الثاني ده تسير الشوط الثاني زي ما انت عايز بالظبط، امتى تسرع، امتى تهدي، امتى كل حاجه تعمل. لكن النهارده ما ينفعش ابقى انا زياده لعيب الشوط الثاني وابدا بكور طويله. صح، ما ينفعش طبعا خالص. لازم يا جماعه، لا، اللعب على الارض، ودايما بص فين الزياده. هي الموضوع كله سهل جدا يا ايمن، شوف فين الزياده، بس لازم العين دي تبقى شايفه. ما انا ممكن انا الزياده، انا مثلا هاني الزياده، بس انا عامل كده طول الوقت فانا مش شايف هاني، فبضطر اعمل كره طويله. أيوة. لا، لازم اشوف فين الزياده والعب عليه. الوقت البسيط قوي اللي وصلت فيه للجول حاجتين، مساحه فاضيه اتحرك فيها لعيب زي بادجي، وتمريره سريعه. أيوة. هات الفرص الشوط الثاني كلها كده يا ايمن. صح. مساحه اتحرك فيها صح، والتمريره اتعملت صح، كلها التوقيت. لكن غير كده التمريرات كلها مقطوعه، فبتيجي عليك هجمه. ايوه هجمه مش خطر، لكن انا دايما انت بتبص للفريق الاعلى، ان انت بتحاسب نفسك، انت اخطات النهارده كم خطا. انا مش بقول ان المباراه الحمد لله كسبنا المباراه وده طبيعي، لكن لما اجي احاسب نفسي انا كلاعب على المستوى الفردي، صح، لازم احاسب نفسي كويس قوي. طبعا. انا ليه اخطات النهارده وليه كنت النهارده كده؟ يعني في النهارده كام لعيب كتير قوي بدون ذكر اسامي، هو ليه مستواهم كده؟ ليه ما مسكش الفرصه؟ ما كان عادي بيتكلم واسامه ان فرصه وجات لك، ويعني الفريق مش قوي قوي ممكن يحرجك. صح. والنتيجه حلوه قوي، انت من 25 دقيقه ايمن 2-0، دي اكتر امنيه انت عايزها. ايوه 2-0 ده انت خلاص كل حاجه بالظبط، كل حاجه انت بتتمناها كلاعب كوره. أيوة. موجوده في الملعب. صح. ملعب كويس قوي، اجواء كويسه، فريقك ما شاء الله كله كامل، كلكم نجوم، كل حاجه بقت سهله. و2-0 و10 لعيبه كمان زي ما اسامه قال، كنا طبعا 3 و4، لان هو ده تفكير ايمن. أيوة. دايما لعيبه النادي الاهلي لما بتكسب 1 و2 وتلاقي ان في مثلا حصل طرد ولا حاجه، لا، 3 و4 و5 ويبقى شكل حلو. أيوة. بس لكن حصل العكس. العكس ده هنتكلم فيه خلال الاستوديو ليه اسباب. أيوة. لكن السبب الرئيسي اللي انا شايفه النهارده ايمن حاجه مهمه قوي في كره القدم، قله التركيز.